شايفة مريم كانت بتقول النهارده بداية الجولة الرابعة من دوري الأبطال، فقبل ما ندخل في تفاصيل لقاءات النهارده بصفة خاصة والجولة الرابعة بشكل عام، رؤيتك كده شفتي إيه من خلالهم؟ بس خلينا نقول طيب شوية أرقام كده سريعة عن الإجمالي كده الثلاث جولات اللي فاتت أو اللي حصل في الثلاث جولات اللي فاتت. اتفضلي. إحنا عندنا في ثمان فرق هم حققوا أو مش ثمان فرق ما خسروش ولا مباراة، منهم أربعة حققوا العلامة الكاملة زي ما أنت ما قلت يا مريم في بداية الإنترو بتاعتك، إنه في عندنا أربع فرق هي حققت العلامة الكاملة بس، اللي هم طبعا برشلونة، مانشستر سيتي، وريال مدريد، وبايرن ميونخ. نزود عليهم أربعة كمان، الأربعة كمان دول هم ما حققوش العلامة الكاملة بس هم ما خسروش ولا مباراة لحد دلوقتي، حصل تعادلات معاهم لانس، معاهم انتر ميلان، معاهم أتلتيكو مدريد، ومعاهم ريال سوسيداد. فكده إجمالا عندك 8 فرق لحد دلوقتي ما خسرتش ولا مباراة في الثلاث جولات اللي فاتت. لما تيجي تبص بقى على أقوى هجوم وأقوى دفاع، أقوى هجوم هتلاقي عندك بايرن ميونخ، وهتلاقي مانشستر سيتي محققين او يعني الفرق بتاعتهم اللعيبه بتاعتهم سجلت 9 اهداف لحد دلوقتي. اقوى دفاع، ويمكن هي دي اللي ممكن تبقى غريبه شويه على البعض، يعني هنلاقي برشلونه اقوى دفاع وهنلاقي ريال سوسيداد اقوى دفاع بالتساوي، هما الاثنين ما دخلش في مرماهم غير هدف واحد بس. والله وجينا لليوم اللي بقينا بنستغرب فيه ان برشلونه عندهم اقوى دفاع. رجعت ليالي برشلونه طبعا. فدي دي دي اطلاله سريعه كده على الثلاث جولات اللي فاتت. النهارده في اربع في انديه عندها فرصه ان هي تضمن خلاص المركز او تضمن التاهل لدور ثمن النهائي. عندنا برشلونه، وعندنا مانشستر سيتي طبعا، وفي هيبقى في بكره هيبقى في بايرن، وهيبقى في ريال مدريد. ماتش النهارده هيبقى تقطيع بالنسبه لمين؟ للفرقتين. بالنسبه للفرقتين هيبقى، وخصوصا بالنسبه لبرشلونه ان هو حابب ان هو اكيد يعني يضمن بقى التاهل لتمن النهائي طبعا بعد غياب كام سنه يعني طبعا. متواصله بالظبط. فمفروض انه يعني النهارده لو قدر ان هو يكسب شختار فالمفروض ان هو كده هيضمن تاهله لدور تمن النهائي. نفس الوضع لمانشستر سيتي، هيقابل يانج بويز وهيقابله على ارضه في ملعب الاتحاد، وكان كسب الذهاب بره ارضه 3-1، فاعتقد مباراه هتبقى سهله بالنسبه لمانشستر سيتي. واي فريق عنده فرصه ان هو في الجوله دي ان هو يحقق الغرض ويتاهل لدور تمن النهائي، ده هيريحوا في الجولتين الرابعه والخامسه والسادسه، لانه كمان ده هيخليه يقدر ان هو يركز محليا على حسب بقى وضع كل نادي في جدول ترتيب الدوري اللي يخصه يعني. وممكن هتلاقي الجولتين اللي هي الخامسه والسادسه لو الفريق اصلا كان ضمن التاهل للدور المقبل، هتلاقي ممكن بيلعب بالسكند تيم او بعناصر احتياطيه كتير يعني. طب لو هنتكلم بالتفصيل شويه من عن بايرن ميونخ، يمكن احنا شفنا في الجولات اللي فاتت شفنا ان هو حقق 3 انتصارات، 9 اهداف، تلقى 5، يمكن متصدر المجموعه. لو هنتكلم اكتر فنيا عن الفريق، تقييمك ليه في خلال اللي فات، وممكن يحقق ايه كمان في اللي جاي لو مشي على نفس المستوى ده؟ يعني بدون شك مباراة بايرن مع جلاطة سراي، لما تيجي هتبصي للكفتين اكيد هتبقى كفة بايرن ميونخ هي الاقوى، وبنسبة كبيرة هو اللي هيحسم التأهل، واعتقد هيبقى بالعلامة الكاملة عادي ما فيش مشكلة. كمان في يعني لو كسب المباراة فهيبقى 4 جولات هو محقق فيهم العلامة الكاملة، وهيقدر ان هو يحسم التأهل للدور المقبل. وضع بايرن هو مش يعني هو احنا متعودين اصلا من بايرن في المواسم الاخيره على غزاره الاهداف. بنشوفه بيلعب مع فرق بيكسب 8، بيكسب 6، بيكسب 4، ده معتاد بالنسبه لنا على بالنسبه لبايرن ميونخ. كمان هم دعموا الفريق السيزون ده بهاري كين، يعني شفناه هاتريك في مباراه الكلاسيكو مع دورتموند اللي كسبوا فيها طبعا 4-0، فده مش غريب على بايرن ميونخ. يمكن نقطه اخرى هي اللي مأثره على وضع بايرن شويه، او هي اللي عامله في اثاره شويه في وضع الفريق، وهو المدرب توماس توخيل، خصوصا مع الخلافات اللي بنشوفها علنا وحصلت على الهواء مباشره مع بعض اساطير الفريق البافاري. هو مش قابل الانتقادات من بعض الناس او من الاخرين، هو حابب
ربما يكون حابب ان هو يقفل على الفريق اكتر، مش حابب ان هو يسمع انتقادات حتى لو هو ليه هو شخصيا، حتى لو لطريقه لعب الفريق، حتى لنتائج الفريق شخصيا. فده اللي بيخلينا نشوف ان في صدامات دايما منه مع بعض اساطير النادي يعني. بس خلينا نقول لو في الدوري الالماني بايرن ممكن يحقق اللقب وضعه في الجدول هو تاني. باير ليفر كوزن هو المتصدر، الفرق ما بينهم اعتقد نقطتين، مش فرق كبير، لسه في المتناول. انت بتتكلمي دلوقتي في جوله 10 جولات، 11 12 جوله في الدوري الالماني، فلسه المشوار طويل. وبالنسبه لك بايرن من الفرق يعني حتى لو حصل تراجع في الاداء فهو من الفرق اللي تقدر تقوم بسرعه، ما يعني خصوصا العناصر اللي موجوده في الفريق، العناصر كلها تقيله.